أقامت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم حفل وداع لسفير جمهورية أرمينيا بدمشق أرشاك بولاديان بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده لدى الجمهورية العربية السورية، وذلك في فندق فور سيزنز بدمشق. وتم خلال الحفل تقليد السفير بولاديان وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وذلك عرفاناً لبلده الصديق أرمينيا وتقديراً لشخصه الكريم. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى قائد البلاد فخامة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية لتكريم وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة تقديراً لعملي كسفير لجمهورية أرمينيا لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وفي نفس الوقت أتقبل هذا الوسام المشرف كتقديراً وعرفاناً لبلدي لأرمينيا حكومة وشعبا لمواقفها الداعمة لسوريا منذ بداية الحرب الظالمة عليها. السنوات الأحد عشر الأخيرة التي قضيتها بحكم عملي في سوريا مسقط رأسي ترسخت في روحي معانا جديدة للحب والوفاء والتآخي. أعتز بالعلاقات التي تربط بين الجمهورية الأرمينية والجمهورية العربية السورية. عندما نحتفل السيد السفير أرشاك بولاديان فإننا نكرم أمة في شخص، وهذا الشخص الذي بذل حياته من أجل أن تبقى العلاقات الأرمينية العربية بشكل عام والأرمينية السورية بشكل خاص في المستوى اللائق بها هو شخص يستحق التكريم. وانطلاقاً من ذلك وقفت سوريا إلى جانب أرمينيا في كل معاركها، ووقفت أيضاً أرمينيا الشقيقة إلى جانب الجمهورية العربية السورية في كل معاركها والتحديات التي تعرضت لها.